الأمور لا تجري في الدنيا على ما تشتهي، لأن الله سبحانه وتعالى جعلك في الدنيا كي يمتحنك. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا أنت ممتحن، ممتحن في صحتك، ممتحن في زواجك، ممتحن في أولادك، ممتحن في جيرانك، ممتحن في كسب مالك. وما من مسلم على وجه الأرض إلا وعنده مواد امتحانية، فما وهبك الله إياه هو مواد امتحانك، وما زواه عنك هو مواد امتحانك. فقد تمتحن بالقوة إذا كنت قوياً، وقد تمتحن بالمرض إذا كنت مريضاً. فحينما نوطن أنفسنا أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. قد ينجح الإنسان في امتحان الرخاء ولا ينجح في امتحان الشدة. والإنسان حينما تزوى عنه الدنيا، وحينما يضعف، وحينما يبتلى، قد ينقله هذا الابتلاء إلى حد الهوان، وحينما يقوى ويغنى قد تنقله القوة والغنى إلى حد الطغيان. الإنسان حينما يرى أنه مستغن عن الله بوهمه طبعاً يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه مستغنياً عن الله. مرة إنسان قال: الدراهم مراهم تحل بها كل قضية، فدخل المنفردة 63 يوماً، وفي المنفردة لا يمكن أن تحل هذه المشكلة بالمال. إذاً حينما تؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء، تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنك. والله عز وجل حينما يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول هذا الإنسان وقد يقول مخطئاً: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. يتوهم الإنسان أن الغنى إكرام، وأن القوة إكرام، وأن الوسامة إكرام، وأن الذكاء إكرام، وقد يتوهم أيضاً أن الفقر والضعف والمرض ابتلاء وإهانة. فجاء الجواب الإلهي رادعاً: كلا، كلا أداة رد وليست أداة نفي فقط، كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. لذلك الآن موقف المؤمن من مصائب الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: ليسترجع أحدكم في كل شيء، يعني ليراجع نفسه، ليسأل: أين الخلل؟ أين الذنب؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين المخالفة؟ ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. وما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أنت لا تتهم الآخرين إن ابتلاهم الله بشيء بالتقصير، هذا سوء أدب مع الله، لكن بالغ في اتهام نفسك إذا جاءت الأمور على غير ما تريد، بالغ. الله غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم
وما يعفو الله أكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليسترجع أحدكم في كل شيء، ليرجع إلى الله، ماذا فعلت؟ لماذا حل بي ما حل بي؟ وحينما تسأل الله أن يهديك إلى سبب هذه المصيبة فالله يهديك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاءت هذه الآية عقب آية المصيبة، ومن يؤمن بالله أن الله هو الفعال وحده، كيف سمح لزيد أن يصل إليه أو أن يسيطر عليه أو أن ينالني بأذى؟ سمح الله له. لماذا سمح الله له؟ لعلة عندي. هذا هو التفكير المنطقي. إذن ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. الشسع رباط الحذاء، شريط يعني، لو انقطع رباط حذائه فهناك مشكلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا راعه شيء، وبالمناسبة النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر، ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر، وانتصر على بشريته فرفعه الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا راعه شيء، هو يخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو، ويهتم كما نهتم، ويدعو كما ندعو. كان عليه الصلاة والسلام إذا راعه شيء قال: هو الله ربي لا شريك له. يعني هذه المصيبة جاءتني من ربي وليس من جهة أخرى، لأنه لا شريك له. هذه المصيبة جاءتني من ربي، وكلمة رب يعني مربي، كلمة رب تذكر بالأم. قد تمنع الطعام عن ابنها، الأم الرحيمة العالمة قد تحرم ابنها أطيب الطعام إذا كان يؤدي به إلى مرض وبيل. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صفيه من الطعام. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. إذن حينما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بيد الله، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يعز، هو الذي يذل. ما بعد هذه الآية؟ واستغفر لذنبك. إن جاءت الأمور على غير ما تريد استغفر لذنبك، الأمر بيد الله، والله عز وجل عادل. ملخص هذا الكلام كله: إن جاء الأمر على خلاف ما تشتهي اتهم نفسك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف، ورأس الحكمة مخافة الله. وكلما ازداد عقلك ازداد خوفك، وكلما ضعف عقلك وضعف إيمانك قل خوفك. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قد يأتي غضب الله فجأة، ولله عز وجل سياسة مع عباده، قد يرخي لهم الحبل فيأكلون ويشربون ويتمتعون ويصخبون ويضحكون ويتنزهون ويتكبرون ويتغطرسون و في ثانية واحدة يشد الحبل، فإذا هذا الإنسان في قبضة الله. قد يأتي مرض عضال لا تنام الليل. سمعت البارحة عن إنسان صياحه أقلق كل من في البناء،
آلام لا تحتمل. وكان من ألمع الشخصيات. جاء الورم الخليس في أماكن حساسة، كل المسكنات لا تجدي، الجيران لا ينامون من صياحه كل يوم. فأعوذ بالله من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. عند الله أدوية تدع الحليم حيران. هذا بسموه المؤيد القانوني. سيدنا موسى قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي كي يعظموني. القرآن الكريم يقول عن هذا الكافر: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. التركيز على العظيم. معظم أهل الأرض يؤمنون بالله بما فيهم إبليس، بس إبليس ما آمن بالله العظيم، وعامة المسلمين ما آمنوا بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم بالبلاء كي يخافوني. فلا بد من تعظيم وخوف وحب. فإذا طغى الحب على الخوف تفلت الإنسان، وإذا طغى الخوف على الحب يئس الإنسان، وإذا ضعف التعظيم عصى الإنسان. بضعف التعظيم يعصي، وبضعف الخوف يطغى، وبضعف الحب ييأس. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.